شو جنيتي؟ طار عليك؟ كنت بدي أعرف إذا الحب اللي بيفوز ولا الكره، وشفت إنه الحب دائماً بينتصر، ولو حتى فاز الكره بالأول أرجو إن إحنا الاثنين غلطنا، بس ماما هي اللي عم تعاني، لأنه ماما بتحبني كتير وبتعتبرنيها مثل بنتها تماماً، لهيك ما فيها تحكي شي ضدها، مع أنها بتعرف الموضوع كيف صار بالضبط، ما فيها توقف ضدها. على كل إن أنت ما بيهمك، ما بيهمك إذا كان عندي مشاعر تجاهك أو لا، ما أنت لبستني هالمحبس، لكو بإيدها هلأ ورح يضل معها على طول، لأنه بصراحة ما بقدر أحرجها لأمي وأرجع أخذك منيها. ما بدي الناس يفكروا إنه أبارجيتها أخذت أرجون منيها بس كرمال بنتها. أرجون قصة حبنا بتخلص هون، يمكن مو نصيبنا نكون مع بعض، كل واحد رح يمشي بطريق من هون ورايح. أرجون قصة حبنا بتخلص هون، يمكن مو نصيبنا نكون مع بعض، كل واحد رح يمشي بطريق من هون ورايح. مبروك نيها، عملتيها. خالتي؟ مبروك. عن جد ما كان في داعي خالتي، نحن في بيناتنا رسميات. اعتبري الهدية مباركة مني ومن أكشاي. شكرا خالتي، شكرا. نيها كنتي بتعرفي إنه ديشا وأرجون كانوا بيحبوا بعض؟ معناها ليش كذبتي علي؟ انتي شو عم تحكي خالتي؟ قلتلك من قبل اني بحب ارجون، وارجون بيحبني اكتر ما بتتخيلي، لهيك لبسني هذا الخاتم، حتى انا ما جبرت اي حدا. ولحظة، خدي شوفي، هاد في محادثاتنا مع بعض اللي صارت بيني وبين ارجون من سنين لهلأ موجودة على الموبايل، فيكي تشوفيهم. شاركني لحظات ألمه، ولما يكون مبسوط أو زعلان، حتى المشاكل اللي صارت معه وكل شيء. خالتي شوفيهم لو سمحتي، بعدين لما شاب يحكي له لبنت كل شيء عنه، يعني معقول هي البنت تروح تحب شاب تاني؟ وديشا ما صار لها بتعرف أرجون غير شهرين، أنا صار لي كذا سنة بعرفه. وخليني أرجع أقلك ياها مرة تانية، أرجون بيحبني إلي مو أي حدا تاني، وأنا كمان بحبه. إذا كنتي متأكدة لهي الدرجة، فيكي تقليلي ليش حذفتي رسالة ديشا؟ حذفتها كرمالك خالتي. خليني فهمك، لو قريتي الرسالة كنتي حكيتي مع أرجون عن ديشا؟ شو كان صار؟ لما يعرفوا العالم هذا الشيء رح يقولوا وقفتي ضدي، لأن ديشا بتكون بالنهاية بنتك، لهيك ما وقفتي معي، وأنا ما بقبل حدا يحكي هيك شيء عنك بنو. صدقيني ليكي، رح قلك شغلي وبتمنى ما تنسيها كل عمرك، لأنه أنا عن جد بعتبرك بنتي الحقيقية. لا تفكري إنه الحب مزحة أو لعبة، بهي اللعبة ممكن نفوز على حدا،
بس هذا ما بيعني إنه نحن رح نفوز. بدي منك تحاولي تطلعي بقلب أرجون وتعرفي مين موجود فيه، ولما بتعرفي الحقيقة يا نيها وقتها خدي قرار يكون لمصلحة الكل، وخصوصا مصلحتك أنتي. ما فيني شوفك ماشي على خطى مهينة، وما بدي تغلطي نفس الغلطة اللي غلطتها إنك تسرقي حبيب بنت تانية. ما بيجيب لك السعادة نيها، مو هيك الإنسان بيبني سعادته بالحياة، مو بهذا الأسلوب. رح تتدمر حياة ثلاثة باللي عم تعمليه، حياتك وديشا وحياة أرجون، لأنك ما رح تخلي ديشا تحصل على أرجون، وأرجون ما رح يكون إلك أبداً.